أدوات التجارة الإلكترونية هي الأدوات التي قد تحتاجها في إنشاء وإدارة وتسيير أي متجر إلكتروني كيفما كان نوعه. تأتي بعض أفضل قصص النجاح من رواد الأعمال الجدد الذين يؤسسون واجهات متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. ومع ذلك فإن القفز على هذا النوع من نماذج الأعمال التجارية قد يكون أمراً خادعاً إذا لم تقم بتسليح نفسك بالأدوات والخدمات المناسبة. سوف نتعرف في هذا الفيديو على أكثر أدوات التجارة الإلكترونية التي يحتاجها عملك سواء كان صغيراً أو كبيراً. عليك كتابة هذه الأدوات لأنك ستحتاجها عندما تقوم بإنشاء متجرك الإلكتروني. اختيار منصة التجارة الإلكترونية. الأداة الأولى والأكثر أهمية لمؤسسة تجارة إلكترونية ناجحة هي المنصة نفسها. تم تصميم منصات مثل شوبيفاي ووكوميرس خصيصاً لواجهات متاجر التجارة الإلكترونية. إن الشيء العظيم في هذه الأنظمة الأساسية هو أنها تأتي محملة مسبقاً بعدد كبير من الأدوات والخدمات لمساعدتك في إدارة عملك بشكل أكثر كفاءة. كل نظام أساسي له سمات خاصة به وخدماته المضمنة، لذلك اختر النظام المناسب لعملك ومجال عملك. أنظمة معالجة المدفوعات الرقمية. يمكنك تحويل المزيد من الأعمال عن طريق جعل منتجاتك أو خدماتك قابلة للشراء على موقع الويب الخاص بك. لحسن الحظ فإن العديد من مزودي الدفع من الأطراف الثلاثة يجعلون المعاملات عبر الإنترنت خالية من المتاعب وسهلة الإدارة. يعد بيبال وستريب من أكثر الحلول شيوعاً المتاحة، ويمكن لجميع منصات التجارة الإلكترونية تقريباً دمج حلول الدفع هذه في البنية التحتية لموقع الويب الخاص بهم. منصات وخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني. للسماح للعملاء الجدد والحاليين بمعرفة المنتجات، يمكنك اللجوء إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني. هذه طريقة رائعة للترويج لعلامتك التجارية. ميلتشيمب هي أداة لا تقدر بثمن، يمكنك استخدامها لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني وتنفيذ حملاتك التسويقية المنسقة. ما يجعل ميلتشيمب رائعاً هو قدرته على أتمتة العديد من مهام التسويق الخاصة بك، كما أنه يساعد على تتبع عربات التسوق المتروكة وإرسال متابعات العملاء تلقائياً لزيادة التحويلات. التحليلات المتقدمة وتتبع. بمجرد تشغيل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك ستحتاج إلى تتبع وتحليل جميع معلومات المبيعات ذات الصلة لشركتك. توفر كيزمتريكس أتمتة سلوكية لمشاركة العملاء تساعدك على فهم عادات الشراء لعملائك بشكل أفضل. بغض النظر عما إذا كنت تركز على تحقيق المزيد من المبيعات أو زيادة أداء موقعك، فإن التكامل كيزمتريكس يساعد في اختيار نقاط البيانات القيمة على واجهة متجرك لمعرفة التغيرات التي يجب عليك إجراؤها لزيادة الكفاءة. تكامل خدمة الشحن. تحتاج جميع الشركات عبر الإنترنت إلى فهم جيد لكيفية التعامل مع جهودهم اللوجستية. تكامل خدمات الشحن من خلال شركات مثل شيبينج إيزي وأوردرو تأخذ العبء الثقيل من عروض أسعار الشحن وتوليد الملصقات لتلبية طلبك. تعتبر كلتا الشركتين مثالية لأعمال التجارة الإلكترونية، ويمكنهما المساعدة في أتمتة إنشاء الطلبات وتنفيذ السوق بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن. حلول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تحتاج كل شركة ناجحة إلى الحفاظ على وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فإن تحديث ملفات تعريف الوسائل الاجتماعية بانتظام يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة. من خلال تكامل حلول إدارة الوسائل الاجتماعية لواجهة متجرك الإلكتروني، يمكنك الحفاظ على تفاعل العملاء أثناء أتمتة العمل القانوني المطلوب للقيام بذلك. هوتسويت هو أحد المعايير الذهبية في أتمتة الوسائط الاجتماعية، مما يسمح لك بالوصول إلى كل المحتوى الرقمي للعلامة التجارية ونشره في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. هذه المنصة رائعة لمساعدتك في تنظيم المحتوى الخاص بك وأتمتة المنشورات بناء على احتياجاتك التحريرية. برامج إدارة علاقات العملاء. بغض النظر عن جميع الأدوات والخدمات التي تستخدمها لإفادة إعداد التجارة الإلكترونية، لا شيء أكثر أهمية من رضا عملائك. أدوات إدارة علاقات العملاء CRM موجودة منذ سنوات، ولكن زينديسك هي إلى حد بعيد واحدة من أكثر الأدوات شيوعاً المستخدمة اليوم.
هذا لأنه من بين جميع أدوات خدمة العملاء المتاحة تركز زيندكس على إنشاء أفضل تجربة للعملاء على موقع الويب الخاص بك أثناء تتبع هذه التجارب من خلال واجهة سهلة الاستخدام للغاية. بالاقتران مع فريق دعم العملاء المخصص يمكن أن يمنح استخدام زيندكس شركتك ميزة تنافسية حقيقية عند مقارنتها بعدم مشاركة الشركات الأخرى مع العملاء. وسوف نتعرف في القسم الثاني من هذا الفيديو على بعض أدوات التجارة الإلكترونية التي ستجعل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك يعمل كآلة جيدة للتجهيز. Ask Your Live Chat. خدمة العملاء هي جزء مهم من أي عمل تجاري. تحدد الطريقة التي يتعامل بها النشاط التجاري مع عملائه ما إذا كانوا سيوصون به لأي شخص. تواجه مواقع التجارة الإلكترونية قيوداً معينة عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء مما يزيد من مشكلاتهم، لذلك ابتكر Ask Your أداة Live Chat. تسهل أداة الدردشة الحية للشركات الحفاظ على خط اتصال واضح مع عملائها في جميع الأوقات، سواء كان عملائك بحاجة إلى المساعدة في العثور على المنتج المناسب أو يحتاجون إلى دعم فني. فمن مساعدة برنامج Live Chat يمكنك منحهم عرضاً توضيحياً حياً لخدمتك أو منتجك. أيضاً تتيح لك ميزة مشاركة الشاشة توجيه عميلك خطوة بخطوة. من مميزات هذه الأداة الدردشة النصية الحية، فمن الممكن إرسال واستقبال الرسائل النصية في وقت واحد من خلال هذه الميزة. إنها واحدة من أفضل الأدوات المستخدمة لمحادثة العميل والاستفسار، كما تقدم مساعدة الفيديو المباشر. ففي الوقت الحاضر من المهم جداً لمعظم الأنشطة التجارية تقديم مساعدة بالفيديو لعملائها. تساعد هذه الأداة ممثلي الأعمال على التفاعل مع العملاء شخصياً وجهاً لوجه. تقدم أيضاً برنامج التصفح المشترك، حيث تسمح تقنية التصفح المشترك للوكيل بالاتصال مباشرة بنافذة متصفح العميل. يمكن للممثل أيضاً رؤية مؤشر الماوس الخاص بالعميل وصفحة الويب والتفاعل مع صفحة الويب في الوقت الفعلي. تمكنك أيضاً من مشاركة الشاشة، فمعظم العملاء ليسوا على دراية بالتكنولوجيا، لذا فقد يحتاجون إلى دعم إضافي. تسمح ميزة Ask Your Screen Sharing للوكلاء بالحصول على وصول مؤقت إلى كمبيوتر العملاء ومساعدتهم خلال العملية. بروبروفز هيلب ديسك. في الصناعة عبر الإنترنت يعد العملاء المتكررين أمراً بالغ الأهمية لنجاح أي عمل تجاري إلكتروني، وبالتالي يصبح من المهم جداً إبقاء عملائك سعداء وراضين. الآن ومع وجود الكثير من الاستفسارات في شكل طلبات ميزات المنتج وطلبات التسعير وما إلى ذلك، قد يفشل فريق الدعم الخاص بك في الرد على كل بريد إلكتروني للعميل. هذا هو بالضبط المكان الذي يأتي فيه مكتب المساعدة بروبروفس إلى الصورة ويجعل فريقك مجهزاً جيداً للتعامل مع عدد متزايد من التذاكر بسرعة. لذلك إذا كنت تواجه صعوبة في تتبع رسائل البريد الإلكتروني للعملاء القيمة، فإن مكتب مساعدة بروبروفس هو الحل لاحتياجات عملك على الإنترنت. تتميز بمشاركة استجابات أسرع عندما يتعلق الأمر بخدمة عملاء التجارة الإلكترونية، فإن السرعة هي اسم اللعبة. يقلل مكتب مساعدة بروبروفس من جهود الوكيل ويسمح لهم بمشاركة الاستجابات بسرعة البرق. صندوق الوارد المشترك. فباستخدام صندوق الوارد المشترك يمكنك ضم جميع صناديق البريد الوارد التي تواجه العملاء، الدعم والعودة والفوترة والمعلومات وما إلى ذلك. يمكنك ضمها تحت سقف واحد وإدارة حسابات متعددة من لوحة معلومات مشتركة. قم بالارتقاء فوق المهام المتكررة باستخدام سير عمل آلي، حيث يتم تخصيص التذاكر تلقائياً للوكلاء المناسبين ويتلقون تنبيهات وإشعارات آلية. يمكن أن تقدم بروبروفس ميزة الاستجابة المعلبة التي تتيح لك حل الطلبات الشائعة بسهولة. OmniSend. بالنسبة للبائعين عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى المزيد من الأدوات الصديقة للتجارة الإلكترونية من مزود التسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن OmniSend عبارة عن منصة GoTo. باستخدام OmniSend سوف تتمكن من إنشاء حملات بريد إلكتروني تركز على التجارة الإلكترونية وسير عمل التشغيل الآلي ببضع نقرات، مما يوفر لك الترحيب المهم والتخلي عن سلة التسوق ورسائل متابعة ما بعد الشراء التي تحتاجها. تأتي هذه المنصة مع أفضل قوالب سير العمل التجارة الإلكترونية، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بتخصيص سير عملك لعلامتك التجارية عبر الإنترنت. MailChimp. عند توصيل متجرك عبر الإنترنت بMailChimp ستتمكن من إنشاء حملات مستهدفة وأتمتت عمليات المتابعة وإرسال رسائل المخزون الاحتياطي.
تساعدك الأداة في التعرف على ما يشتريه عملائك، مما يساعدك في النهاية على إنشاء رسائل بريد إلكتروني مستهدفة بشكل أفضل. ريفيلر كاندي. هنا يحصل المرء على مكافأة لإخبار أصدقائه عن متجرك. إنه المكون الإضافي لمتجر التجارة الإلكترونية الذي يساعد موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك في الحصول على المزيد من المبيعات الشفوية. تدير ريفيرال كاندي بنجاح حملات تسويق الإحالة منذ عام 2009، وقد ساعدت العديد من العلامات التجارية على زيادة معدلات الإحالة الخاصة بهم وزيادة المبيعات. أفضل ميزات هذه الأداة أنها تمنحك المرونة لإنشاء وتعيين مجموعة متنوعة من برامج المكافآت والحوافز. يمنح كل عميل رابط الإحالة الخاص به ويسهل على الأعضاء الجدد الانضمام إلى برنامجك. كانفا. كانفا هي أداة تصميم قائمة على القوالب، وهي مجانية وسهلة الاستخدام. باستخدام كانفا يمكنك إنشاء الرسوم البيانية والعروض التقديمية والملصقات والنشرات وحتى صفحات الويب. تستخدم كانفا طوال الوقت لتلبية احتياجات الوسائل الاجتماعية والمحتوى. والنماذج في كانفا توفر الكثير من الوقت والجهد. حتى الآن الإصدار المجاني يأتي مع مكتبة ضخمة من الصور والأيقونات والتصميمات، أكثر من كافية لأي احتياجات التجارة الإلكترونية إذا كنت ترغب في الترقية. وإذا كنت ترغب في الترقية فإن الأسعار تبدأ من 12.9 دولارا أمريكيا في الشهر. ميتريلو. على عكس جوجل أناليتكس، تقوم أداة ميتريلو بتحديد حالات الطلب في الوقت الفعلي، لذلك يمكنك أن ترى أرباحك محسوبة بدقة. لا يحسب الطلبات التي تم ردها أو إلغاؤها. يمكنك البحث عن حالات طلب معينة مثل معلق وتم التسليم ومعلق إلى آخره. تحليلات جوجل. يعد جوجل أناليتكس الطريقة الأكثر تفضيلاً لتتبع معظم بيانات موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. تحتاج ببساطة إلى إضافة كمية صغيرة من الشفرة إلى النهاية الخلفية لموقعك. سيسمح لك بجمع البيانات لمعرفة مصادر حركة الزوار التي كانت أكثر فائدة أو ربحية. هذا يسهل عليك العمل على عائد الاستثمار التسويقي بسهولة. كريزي إيج. يمنحك كريزي إيج ميزة استثنائية وتنافسية لتحسين موقعك دون إنفاق الكثير. بمساعدة الأداة يمكنك إنشاء موقع يحبه المستخدمين والعملاء بمجرد التعرف على ما يحبون استخدامه وما لا يحبون. فيسبوك أدز. يعد التسويق على الفيسبوك أحد الأساليب الأكثر فعالية لزيادة مبيعات عملك عبر الإنترنت. تجعل إعلانات فيسبوك من السهل الوصول إلى الجمهور الذي تهتم به أعمالك، كما أنه يتتبع نتائج الإعلان عبر الأجهزة المختلفة. متوسط الوقت الذي يقضيها المستخدمون على فيسبوك يومياً هو 21 دقيقة. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها الإعلان باستخدام إعلانات الفيسبوك، من خلال إعداد الصفحة ومن خلال تعزيز مشاركة صفحتك للوصول إلى المزيد من الأشخاص. يمكنك الوصول إلى العملاء الذين تعرفهم باستخدام أدوات العمل المناسبة على فيسبوك. اختر جمهور إعلان معين وتتبع إجراءات العملاء على موقع الويب الخاص بك. هذه كانت أدوات التجارة الإلكترونية التي يجب أن تفكر فيها وتعمل ببعضها بالتأكيد. سجلها وسوف تحتاجها عندما تقوم بإنشاء متجرك الإلكتروني، والذي سوف نتعرف على طريقة عمله بالتفصيل في فيديوهات قادمة على قناتنا.